الفلسفة إلى المنطقية إلى الصوفية إلى عنده يعني، وتبقى له تأثرات بكل هذه الأمور. لكن إذا نظرنا له على وجه العموم فالغزالي له دور هائل عظيم جدا في إحياء الأمة، في إحياء الأمة، وذلك يعتبرون كثير، يعتبره كثير من المؤرخين مجدد الأمة في تلك الفترة. تحرك أيضا معه عدد كبير من العلماء بتشجيع من نظام الملك، وبدأوا يتحركون على ما ذكره الماوردي في السياسة الشرعية، وكيف يجب أن يكون الحاكم المسلم، وكيف تكون سياسة الدنيا والدين، وبدأوا ينشرون هذا الفكر. وبدأ الغزالي رحمة الله عليه يهاجم العلماء المتقاعسين، وبدأ ينشر هذا الفكر ليس فقط في دور العلم، كان العلماء شغلهم بس مع تلاميذهم ومع ربعهم، بين العلماء أنفسهم والأمة ضايعة. فبدأ الغزالي يعمل حركة إحياء للدين بين الناس، وبدأ يهاجم العلماء في عدة قضايا. من القضايا التي هاجم فيها العلماء أن العلماء ابتعدوا عن قضايا الأمة وعن قضايا السياسة، فانحرفت الأمة والعلماء يتفرجون، وانشغلوا بقضايا هامشية فرعية في فروع الدين، بينما أصول الدين وأركان الدين بدأت تهتز، وبدأ المنحرفون يسيطرون على الأمة. أيضا بدأ يهاجم بشدة تعصب المذهبي، تعصب المذهبي وصل إلى درجة أن ما في أدب خلاف ولا في احترام لآراء مختلفة، هكذا وصل التمزق في الأمة. فبدأ يهاجم هذا التعصب وهذا الخلاف الذي حدث في الأمة، وبدأ يهاجم تفتت الأمة، وأن العلماء بسبب عدم أدائهم دورهم تفتتت الأمة وهم أصحاب الدور الرئيسي. إذا الحكام تمزقوا يبقى العلماء هم أصحاب الواجب بقيادة الأمة نحو الوحدة. وهاجم العلماء ما سماه الدين السطحي، باختصار هاجم العلماء الذين صار قضاياهم فقط قضايا الطهارة، وهي مهمة، لكن في قضايا مهمة في الأمة ما يجب تتركوها. وهاجم العلماء الذين صاروا أتباع للسلاطين، يعطون السلاطين الفتاوى حسب المقاس كما يقولون. فبدأ هجوم الغزالي شديد، ومعه طبعا عدد كبير من العلماء، فبدأت حركة إحياء في الأمة. هذه الحركة كانت لها ميادين، فمن ميادينها بدأ ينشأ جيل جديد من العلماء. الجيل القديم الذي فيه هذه الآثار ظل ما تأثر بحركة الإحياء هذه، ما صح، لكن الجيل الجديد من العلماء طلبة العلم بدأوا ينظروا كلام الغزالي صح، فيأخذ العلم من العلماء الأقدمين، لكن يأخذ الفكر وطريقة التحرك من الإمام الغزالي رحمة الله عليه. وصار المنهج عند الإمام الغزالي في العالم الصحيح هو العالم الذي عنده علم وعقيدته سليمة وعنده إخلاص وعنده عمل بين العامة ولا يتبع السلاطين، فهذا هو العالم الذي يجب أن تتبع الأمة. فبدأ الآن جيل جديد من العلماء طلبة العلم بدأوا يتربوا على هذه الحركة الإصلاحية التجديدية، وطرح منهج جديد في التربية والتعليم. هذا المنهج أولا العقيدة السليمة، ثانيا تكامل العلم، ما يصير العالم فقط جزء من العلم، وإنما لازم يكون عنده شمولية، ولا بد أن يكون عنده وعي بالواقع، إعداد الواقع، وبالذات طرح منهج للحاكم المسلم كيف يحكم بالإسلام. طبعا ما زالت كلها أطروحات نظرية، لكن بدأت ككل حركة إصلاحية تبدأ بطرح فكر، لكن مع الأيام الفكر يبدأ يتغلغل وينتشر حتى يتبناه الشعب ويتبناه الحكام. فبدأت هذه الحركة بهذه الصورة عام 460 هجرية. أيضا أحيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يصير الفساد والانحراف الأخلاقي والعلماء يتفرجون، فبدأ العلماء الآن يدخلون بقوة نحو عملية الإصلاح الاجتماعي. ثم بدأ يهجم بشدة على الظلم وانتقاد شديد على الحكام الظلمة، وبدأ يحارب بشدة الانغماس في المادية، وخاصة عند العلماء. كيف عالم
تغرك الدنيا وتنشغل بها وهمك ما تأكل وما تلبس وما تسكن، فبدأ يهاجم بشدة هذه المادية الجارفة التي عمت السلاطين وعمت الأمة وعمت العلماء. ثم أخذ يدعو للعدالة الاجتماعية. لا يجوز أن تكون هناك طبقات مسحوقة من الأمة وطبقات تعيش على منتهى الترف. كيف؟ أين التكافل الإسلامي؟ ومن ضمن جهود العظيمة المحاربة والهجوم الشديد على الانحراف العقائدي والتيارات المنحرفة والفرق الضالة. فهكذا كان عمل الإمام الغزالي رحمة الله عليه، حركة إصلاحية عظيمة جدا جرت الأمة. طبعا ظلت هذه الحركة 100 سنة وهي تعمل. بعد الغزالي ظل علماء يتبعون هذا الفكر 100 سنة إلى أن آتت ثمارها هذه الحركة. تغيير الفكر وتغيير المجتمعات، ما هو مثل تغيير حكام انقلاب على واحد يتغير الآخر، لا، تغيير الفكر أمر يأخذ وقت لكن آثار عظيمة. من آثار الحركة الإصلاحية هذه نشأ جيل من العلماء جديد، ونشأ جيل جديد من الحكام. من نتائج هذه الحركة، من نتائجها بعد 100 سنة أن ظهر جيل من الحكام من أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي، هم نتاج هذه الحركة. ولذلك الذي يقرأ في تاريخهم كما سنرى بعد قليل إن شاء الله يجد تأثر واضح بالمنهجية هذه التي نتكلم عنها. فما جاء صلاح الدين ولا جاء عماد الدين ولا جاء نور الدين من فراغ، هكذا واحد سيطر على الحكم وأصلح الأمة وعاد القدس، لا، وإنما جاء نتيجة جهود عظيمة لحركات إصلاحية إسلامية تجديدية أحيت الأمة لمدة 100 سنة. هذا الذي كان يجري في بلاد الشام والعراق من حركات إصلاحية. في نفس الوقت كان هناك حركات تجديدية مسيحية تجري في أوروبا. فالعالم الإسلامي في حالة تمزق لكن في محاولة لإصلاحه، بينما العالم الغربي في انتعاش، خاصة بعد قضية الأندلس وتمزق الأندلس وبداية محاولة اكتساح الأندلس من قبل النصارى. هنا ظهر واحد من أخطر من غير التاريخ الأوروبي، أحد الباباوات، بابا كاثوليكي، هو غريغوري السابع، وهو أصلا من ألمانيا. كان صاحب حماس ديني شديد، وكان صاحب فكر، وكان صاحب نظر ورؤية بعيدة. فبدأ يحرك الرهبان الكاثوليك بالذات في فرنسا، فرنسا من أشد الدول حماسا للدين. فبدأ يحرك الكاثوليك الرهبان للعمل في فرنسا، وبالذات بين القبائل النورماندية، قبائل النورماندية التي سيطرت على أجزاء كبيرة من أوروبا مثل المغول بالنسبة للشرق، قبائل همجية سيطرت على أوروبا واكتسحت. فبدأ الآن ينشر الكاثوليكية بينهم، ففعلا نجح نجاح كبير في ذلك. وبدأ نفوذ هذا البابا غريغوري يتسع حتى صار الحكام يخافونه. عانده واحد من الحكام ما أطاعه ولا لم يلتزم بأمره، فأصدر صك بحرمان هذا الحاكم، حرمان إلهي من الجنة طبعا، وأعلن كفره. فطبعا قضية الدين لها أثر كبير عندهم، فبدأ الشعب يرفض طاعته، حتى اضطر هذا الحاكم أن يمشي حافيا من بلده إلى روما ويقبل يد البابا حتى يعفو عنه. فصارت سلطة البابا الآن بكلمة واحدة بس بصك حرمان من الجنة، الجنة بيدة، يصار يطلع قرار حرمان من الجنة خلاص يخسف أي حاكم من الحكام. فصار حكام أوروبا يتوددون إليه ويخضعون له خوفا من قضية الحرمان الإلهي. في هذه الفترة كما قلنا السلجوق الأتراك بدأوا يكتسحون تركيا، واستطاعوا أن ينتصروا على الحاكم البيزنطي في ملاذ كرج. فهنا الحاكم البيزنطي خاف، الإمبراطور البيزنطي خاف تذهب حكومته، تذهب ملكه، رغم أنه أرثوذكسي والبابا كاثوليكي لكن يبقون نصارى. فاستعان بالبابا، شاف السلطان البابا يشتعل، فاستعان بالبابا على أن يقف معاه أمام السلاجقة المسلمين. وفعلا فكر البابا، قال فرصة، فرصة أولا لإيقاف المسلمين من الامتداد، وفرصة ثانية أني سأفرض سلطتي على بيزنطة، فأوحد أوروبا بدولة مسيحية واحدة تحت سلطة البابا. ففعلا استجاب،
وبدأ يدعو الحكام ل